مشاركين من كل محل وصلوا، من بيت جالة بيت لحم، من مدينة حيفا، ساكنة بنابلس، من الناصرة، من القدس، من عكا، من بلدة جيوس، كيف بديك، من بيت لحم. الطريق طويلة بس الحلم بطل كتير بعيد. اليوم صرنا نعرف مين رح يمشي معنا المشوار، والتحدي في البرنامج مولع نار، وصاحب الموهبة رح يطلع من هذا المسرح ستار.